السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني جابر نعمون، يعني وين نتكلم على أعداء كرة القدم في الجزائر وين حرموا بوقرة من هذه الأشياء، أشياء يعني وين سوف نكتشفها أول مرة، يعني كيفاش تكلم عليها، يعني كاين لازم تسمع، لازم تسمع، من تسمع من تسمع، لازم تسمع تحل وذنيك، ماشي تجي تكذيب بالتواغ، ما عندكش معلومات وتجي تكذب وتكذب وتكذب، زعما تكذبوا عليه هذو الناس اللي هم يكذبوا على الشعب، راهم هذو كاع اتباع كيما نقولوا حنايا مشاكره لي باطار، هذو تاع هذو العاهرات ولي باطار تاعهم، يعني داو كذب داو نظره كذب كذب وراك ناجح، كي تكذب راك ناجح، لو غاد بالحرام كذب وراك ناجح، المهم راك ناجح صح، لا الكذب الحبل تاعو قصير هاك هاش شو يقول لك بات يا طريق طويله وقصيره، الكذاب طريق طريق يشوفها مليحه بصح كثيره. اي مثال مشاكره نهار اللي هدر معايا لو 4 افريل، راني نقول لكم هدر معايا قال لي ودي شوبير وقف معنا عندك منا، يعني قال لو 4 افريل قال لي عندك منا حتى ل 30 اوت، انت مي تسيبا افريل ماي جوان جويي اوت 5 شهور تقول مازال فاتت ولا ما فاتش اوت، اوت فات ولا ما فاتش، راح اوت ما بقى راحت تركيا اوت وجا وراح ومن دا وراح يجي كوب دي مود وتكمل بصح شا تبقى شا يبقى يا عرب. حنايا الحمد لله يا ربي نهار لي الناس نص تاع الشعب اللي تبع البولا كذبني على قضية تعوار، بصح مين الطريق تاعها على حق، مين تسيب روحك على حق، راك رايح على حق، تحية راهي عوار صنع الوثائق تاعو راهي قارع يعني استدعاء من المنتخب الوطني الجزائري، هاك تشوف كيفاش ناس خرجت تعاير فيا سجاو يقارعوا غير الراجل وين تيطيح، جيحات هادو يقارعوا الراجل وين تيطيح ويطيحوا عليه ويعايروا وعندي كذب فيك منا وعندي يقول لك هو بصح هو الاخر راه يقول يا ودي صح معليش الطريق طويلة، الحق للدائمة والباطل لا 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 ساعة، الباطل لا ساعة والحق للدائمة. حنايا هاد الناس هادو كذبوا عليكم مشاكرة، هادو العاهرات هادو اللي ولاو يقول لك أيا نروحوا نسمعوا انفرتينو شهدر وبعد يقول لكم نروح نعطيكم الحق اش كاين، هي ما كان والو، هي كذب في كذب، كذب في كذب، تحداهم نقول شيء مهم، تحداهم واحد يخرج لكم دليل ملموس هكا دليل، نتحداهم نتحدى انايا هذاك المخنث يعطيكم واش بيقال لكم اي انا مشاكره راه قنعني اي صحة انا دروك عندي مكالمه مع مشاكره وانتم غدوه ان شاء الله نزيدو نعطوكم معلومات اي صحة غدوه ان شاء الله اي يعطينا انت مشاكره اش كان يقول لك، عطونا مشاكره اش كان يقول لكم مشاكره هو وما عندوش باش يقول، انتم كنتو تكذبوا على الغاشي عاد من كانت الحقيقة ضربك الحقيقة لمن انقلبت الحقيقة عاد من كاينة الحقيقة عندنا حنا، مي قلنا لكم ما يتعاودش قلنا لكم الناس هذو كذابين، اليوم دوروها لكم الصحافة بالشيخ واحد من شوبي طاب طاب طاب، يا في الحقيقة ما كان والو، تكذب وحدك تعيا بعد يقولوا يخرجوا صوالح يخرجوا لكم الجنون، هذه هي حنا نسمعوا اسمع عمرتوا راسك مليح عمر راسك مليح. دخل الموضوع حبيت نقول شيء مهم جدا، بوقرة منذ فوزه بكأس العرب أصبح يزعج الكثير، اسمع. هذا الشيء أول. ثانيا ربما أصبح يزعج الكثير لأنه بوقرة من المدربين اللي عنده كاريزما تاع مدرب، اسمع. أولا وتاع شخصية تاع كاريزما، عنده واحد الكاريزما ماهوش من الأشخاص اللي يطبق ما يملى عليه، هذا ربما من بين الاشياء التي اصبحت تزعج الكثير واصبحوا يديروا له عراقيل، هذه الحاجه الاولى. قبل ما ندخل ثاني ايضا للموضوع، شوف الاخ عماد قبل الشيخ فريد والشيخ مصطفى هضروا واحد الكلام، المكان المناسب الوقت المناسب، شو هضرت واحد الكلام الملعب المناسب انا احب نديها لك في الكوتي
تاكتيك وندخلوا لها تاع هذو الاشخاص هذو لي زينمي هذو تاع كرة القدم في الجزائر، فحرموا بوقرة، حرموه من شيئين اسمع اسمع مهمين في كرة القدم، وهما لا كويزيون ولي روبير. لا كويزيون هي التنسيق، ولي روبير هما المعالم. نروحوا لكلمة المعالم، المعالم. سمعتوا المعالم؟ المعالم يا أخي كي ما تعطيش الملعب اللي راح يشارك فيه في مباراة في كأس، وطلب على الأقل مواجهتين في ملعب الراقي الذي سيلعب فيه مباراة افتتاح. أنا أعطيك واحد الحاجة، نجاوبك بواحد المثال. في وقت ما، وقت المدرب حالي لوزيتش، اسمع هذا، في سيدي موسى، طلب منهم إحضار لي بانو بيبليسيتير من ملعب البوليدة ووضعها في نفس المكان اللي فرا فيه في المباراة سيدي البوليدة. حالي لوزيتش، مانيش أنا اللي دومونديتو، مانيش أنا اللي هدرت. لماذا؟ المعالم، على جال كلمة المعالم اكزاكتومون. شوف تجرى هنا في الجزائر مباريات تحضيرية وللمباريات الودية تجرى هنا في الجزائر وفي أرضية الميدان اللي ربما راح يكون فيها المنتخب الوطني، لهذا أعتقد أنه ولا وجد صعوبات باش يجد مباريات، يوجد كذلك صعوبات باش يلعب في أرضية ميدان صالحة. أعتقد أنه ربما ونشوف أنه الجزائر أكبر من هذا، من هاد المشاكل هادو، وحابين حنا نعطوا صورة على تنظيم كأس أمم إفريقيا اللي راهي جاية. أقول لازم أرضية الميدان يكونوا صالحة، ماشي تلعب ربما مباراة ولا زوج مباريات الأرضية راح تولي أرضية كارثية. يعني أعتقد أنه فريد أشار إلى شيء مهم، قال لك أنه الرجل المناسب في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، لأنه اليوم صحيح أنه المباريات برمجت خارج الوطن، ربما مجيد راح يكون منزعج حقيقة، لأنه ماذا به مجيد يلعب هنا المباريات، لكن هذه يا ودي والله نورمالمون يلعب، يا ولي نورمالمون يلعب، على بالك بلي كرة يلعب هو بسطة تاع براقي وي غادي يديروا ليكيب ناسيونال تلعب فماك، نورمالمون يقعد فماك يلعب فم لي ماتش تاعو على الأقل يلعب ربعة تاع لي ماتش فماك، ربعة خمسة تاع لي ماتش يلعبهم فم. إي والله روبير يعني اش غادي نقول لكم، دامي لا إله إلا الله، هذه حاجة تخص الجزائر والناس مشاو باغيين. المدرب لازم دائما ولا ناخب دائما يتأقلم ودائما يوجد حلول، وما راناش نسمعوا مجيد بوقرا يشتكي، هاو المشكلة، ما راناش مجيد نسمعوه كاع يعمل تصريحات بالماضي مثلا، لا لا صراحة ما راناش نسمعوه يدير تصريحات ويشكي، لأنه اللي طلقوا مجيد بوقرا يدير تصريحات وقلبه معمر. يخلي الفريق هكذاك، يخلي المنتخب هكذاك، يخلي مباراة ودية تسمى هذا المدرب هذا بالماضي هذا راح يخدم كارد ماتيريال، راح يخدم كلش كويزيني، راح يخدم يشوف الملاعب. هو يا اخي لازم هذه لا فيدراسيون الجيريان تخليه يركز الا على مباراة والا على والا على جانب الجوانب التقنية التكتيكية. اسمح لي جابر، وي تفضل. لو كان يشوف بلي ما كاش يخلي الفريق هكذاك، يخلي المنتخب هكذاك، أرضية الميدان ولا فيها روب ولا ما فيهاش. لكن لماذا أيضا الأرضية ورفع تقرير ماهيش خدمته خويا؟ بيسير ميدان ولا فيها روب ولا ما فيهاش؟ بيسير صح بيسير. وأراش تسفيز في لعب بالون؟ صح تسفيز في الميدان ايش خدمته يا صح بيسير. وأراش تسفيز في لعب بالون؟ صح تسفيز في عارف لو كان يشوف أرضية الميدان ولا فيها روب ولا ما فيهاش؟ كيف يدير رافو؟ لكن لماذا أيضا الأرضية ورفع تقرير ماهيش خدمته خويا؟ ماهيش خدمته بالماضي؟ ايش خدمته خويا؟ اسمح لي سفيز ماهيش خدمته بتاتا، هذه كاع حنا نستناو كيفاش سي بورصا ما خلاوش الشيخ بالماضي يركز على اللعب تاعو بك اسكو ويز دي فيري في ارضيه الميدان. هو باغي الصوالح بتاتا، هذه كاع حنا نستناو كيفاش سي بورصا ما خلاوش الشيخ بالماضي يقرر الغاء مباراه، لانه هذه يا اخي ولا بزاف 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 وما زلنا نشوفو. هي نعرفوا باللي المدربين ناس مدربين راحوا الكوب دي مون ومازالوا راهم في قطر وما همش يحكموا، ونحن كل يوم يقول لك المدرب لم يحقق اي شيء للفريق الوطني الا كاس افريقيا وعدم ذهاب الى كاس العالم في قطر. يعني كاس العالم في قطر، كاس العالم في قطر.
شو كيفاش يا راح هذيك خلوه يخدم ويخدم معه. يقول لك هودوا للتيرة، التيرة ما خلاهمش يخدموا كاش، خلاوهم ما خلاوهمش، وين يروح وين؟ بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير، بارطاجيو معنا الفيديو، واللي مشي ابوني معنا باش ديما يوصله الجديد. صحيت وربي يحفظكم.